السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في درس جديد على قناة عالم التكنولوجيا. درس اليوم سوف يكون موضوعه حول كيفية عمل تقسيمات أفقية لمدونة البلوجر. مثل ما أنتم شايفين هون، مدونة البلوجر هاي جديدة عملناها اليومين. مثل ما أنتم شايفين هون في خيار الرئيسية، والباقي مثل ما أنتم شايفين تعديل تعديل تعديل. كيف نغير يعني التعديل؟ مثلا نحط واحدة فيسبوك، وواحدة مثلا برامج مشروحة، وحدة يعني أي أسماء، مثلا وحدة تويتر، وحدة بلوجر، وحدة هيك أسماء يعني، وألعاب وقرآن وهيك. راح نفوت هلا لأرجيكم كيف يعني تسووا هاي الشغلة. طبعا راح نستخدم كود، الكود راح أحطه تحت الفيديو بالديسكريبشن، بتلاقوه تحت الفيديو بالديسكريبشن، تنسخوه وشوفوا كيف يعني راح أغير عليه. افهموا، تابعونا لتفهموا منيح. طبعا مثل ما أنتم شايفين هون المدونة اللي راح نشتغل عليها هون توب جيمر. نروح هون على توب جيمر. اول شي هاي المدونة، نروح على بلوجر من هون تدعمه بلوجر، راح تلاقوها بمدونة الخاصة فيكم، دوروا راح تلاقوها، بيضغط عليها. هون طلع لي المدونات اللي عندي. طبعا انت لو عندك مدونة واحدة راح تلاقيها، بس هي انا عندي يعني اربع مدونات او خمسة. طبعا بنروح لتوب جيمر، هي اللي راح نشتغل عليها، بضغط عليها تطلع لي هاي الخيارات. هون بنروح لخيار قالب القبل الاخير مثل ما انتم شايفين هون بالاعدادات، اضغط عليه تطلع لي هاي الصفحة. بختار تحرير HTML مثل ما انتم شايفين هون. ننتظر شوي لحتى يطلع لنا الكود. ننزل تحت، ننزل للآخر يعني تقريبا، وللآخر يعني بس ننزل يعني. تابعونا راح تفهموا. ركزوا بهاي مثل ما انتم شايفين هون وصلنا للقائمة الرئيسية. هاي الرئيسية موجودة، تقسيمة الرئيسية اللي أرجيتكم إياها هون مثل ما انتم شايفين، والباقي تعديل مثل ما انتم شايفين هون. طبعا نحنا بنروح من هون ونحذف، طبعا من هون نعدل، نعلم على اول وحده وننزل عليهم كلهم، كل اللي فيهم تعديل نحذفهم. طبعا ما نحذف شيء بس هم يعني، ما نحذف شيء ثاني حتى ما نخرب القالب زي ما انتم شايفين، ونضغط على سبريمي. طبعا هلا حذفناهم. مثل ما قلت لكم الكود اللي راح نستخدمه راح احطه بالفيديو مثل هذا يعني، مثل ما انتم شايفين هون. طبعا هون راح تلاقوا الرابط تاع قناتي، تاع المدونة الخاصة فيني، بتحطوا الرابط خاص في المدونة متاعكم انتو يعني، رابط مدونتكم www مثلا جمال مساعد دي .blogspot.com. انت بتحط الرابط الخاص بمدونتك. طبعا انا اول جزء راح اخليه مثلا برامج مشروحة، هون تكتب برامج مشروحة مثل ما انتم شايفين، وتعيدها هون نفس الشيء برامج مشروحة. هلا نروح لنعمل قسم ثاني مثل ما انتم شايفين، نرجع ننسخ الكود نفسه مثل ما انتم شايفين. هون مثلا راح نخلي بس برامج مثل ما انتم شايفين، نحذف مشروحة. او طبعا من المستحسن نعدل عليه برا، مثل ما انتم شايفين راح نروح نعدل عليه برا مثل ما انتم شايفين هون، نعدل عليه هون وبعدين ناخذه للمدونة، بيكون اسهل لنا. مثل ما انتم شايفين هذا هو الرابط، هون نحذف برامج مشروحة، بنحط مثلا العاب مثل ما انتم شايفين العاب، بنعيدها كمان نفس المرة بمكان برامج مشروحة مثل ما انتم شايفين هون، بنحط العاب، ننسخ الرابط، الكود ناخذه للمدونة، بنلزقه مكانه مثل ما انتم شايفين هون، نرجع نفس المرة للرابط هاد، بنغير العاب مثلا بنحط فيسبوك.
مثل ما انتم شايفين. نفس الشيء هون الالعاب التانية ما غيرها فيسبوك، ننسخ الرابط، نرجع للمدونة، نلزقه نفس الشيء هناك مثل ما انتم شايفين لصق. نفس الشيء هلأ نعمل مرة تانية، مثلا هلأ من نكتب بلوجر، بلوجر نفس الشيء هون فيسبوك ما غيرها كلمة بلوجر، ونرجع ننسخ الكود، نرجع للمدونة ونلزقه مثل ما انتم شايفين. هلأ نفس الشيء نرجع مرة تانية، هلأ راح نحط مثلا مواضيع مختلفة، مثل ما انتم شايفين هذا القسم لننزل فيه اي شيء يعني بدنا اياه، مفتوح بيكون. نغير كلمة بلوجر كلمة مواضيع مختلفة كلي مثل ما انتم شايفين، ننسخ كل الكود كوبي ونلزقه بالمدونة نفس الشيء مثل ما انتم شايفين. طبعا راح احط لكم الكود بمدونة وراح اشرح لكم بالتحديد، يعني حتى يعني مثلا المكان اللي تغيروه كذا راح احطه بلون معين حتى تفهموه، وبكتب لكم كمان انه مثلا اللون الازرق بتغيروه بكذا واللون الاحمر بتغيروه بكذا حتى يكون واضح لكم. يعني الكلمات اللي راح تغيرهم راح احط لك اياهم بالالوان وكل لون شو يتغير حتى يكون يعني واضح لكم. مثل ما قلت لكم يعني بس انتم هون ركزوا على الشغله، المكان اللي راح تلزقوا فيه تنزلوا هون تحت الرئيسيه، تدور على كلمه الرئيسيه هاي بالمدونه تلاقيها، راح تلاقي تحت تعديل 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 كلهم تحذفهم. طبعا تخلي هدول ما تلمسيهم شيء تحت التعديل. طبعا هلا خلصنا، نعمل حفظ النموذج مثل ما انتم شايفين. نروح هلا نعمل معاينة للنموذج، ان شاء الله ما اكون طولت عليكم بالشرح بس حبيت تفهموا اكثر. مثل ما انتم شايفين هلا نحن عملنا حفظ النموذج، راح سكر هلا من هون وروح ارجيكم على المدونة، نعمل ريفريش للمدونة مثل ما انتم شايفين الرئيسية. الرابط هاد مثلا هون بي سي جيمر، تحطوا مكان رابط المدونة اللي راح تلاقيه بالديسكريبشن مثل ما حكينا، تغير رابط المدونة هاد الرابط بتغيره مثل ما انتم شايفين هون، هاد بتغيره تحط رابط المدونة الخاصة فيك طبعا، والكلمات المفتاحية هدول كمان بتغيرهم، يعني تحط الكلمة اللي بدك اياها فيسبوك او تويتر او اي شيء. وهيك يكون انتهى شرحنا. مثل ما انتم شايفين يعني التقسيمات تاع هاي فيسبوك وهاي بلوجر مثل ما انتم شايفين هون افقيا، وهاي مواضيع مختلفة هون اجت مثل ما انتم شايفين. ان شاء الله يكون عجبكم الشرح، وان شاء الله يعني ما تكون قصرت معكم بشيء. لتدعمونا اضغطوا على اشتراك بالقناة واضغطوا لايك للفيديو، وان شاء الله يعني مثل ما حكيت لكم بنزل لكم كل شيء بالديسكريبشن، وانتظرونا في شروحات قادمه. واللي بده طبعا مثل ما حكينا شغله معينه يعني مثلا بده يشرح له اياها بيحط لي تحت الفيديو بالديسكريبشن، مثلا بدي كذا، وان شاء الله انا ما بكون يعني مقصر معه وبنزل له شو ما بده وبشرح له اللي بقدر عليه. وهيك يكون انتهى شرحنا لليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.